فحري بالإنسان طبعا أن يعرف مواطن الضعف في نفسه، أين خطأه، أين الخلل منه. والمرأة أيضا ما يظن الإنسان أنه الشيء خلاص يعني أنا أن كل على الصح والطرف الآخر غلطان، أو تظن المرأة أنها هي الصح والزوج هو الغلطان دائما. يوم تبحث دائما تصبر الأغوار تكتشف هنا خلل وهنا خلل. لكن ما أجمل العيش بالتسامح. الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اليوم سبحان الله، هذا اليوم كنت أذكر لأحد الشباب كانوا يريدوا يذهبوا في رحلة، وعليهم أمير يسموه الشيخ، واحد من الذين يطلق عليهم لقب الشيخ. فواحد يريد، كانت الرحلة لنقولها يعني بصريح العبارة كانت رحلة إلى الحج. فهذا شاب يريد يمشي الحج لأول مرة ويريد يروحوا في سيارة خاصة. يقول هذا الشخص، يحكي عن نفسه طبعا، يقول أرسلت بطاقة فحص أو بطاقة الفحص المستشفى عند واحد من الشباب من المجموعة التي تذهب في السيارة هذه إلى الحج. طبعا هذا الرجل الذي سيذهب أول مرة ما يعرف رئيس الرحلة أو أمير الرحلة، هذاك بيسميه الشيخ ما يعرفه، يسمع الاسم بس ما يعرفه، ما يعرف عنه شيء، لو شافه في الدرب ما يعرفه. فلما لقي هذا الولد، لقي هذا الشاب وقال خذ هذه بطاقة الفحص الطبي، يعني ضايقه الموقف بأسلوب نوعا ما فيه نوع ربما من عدم الاهتمام أو المبالاة، خذ روح افحص أو روح كذا. فهذا الرجل يلتقي به لأول مرة فيرى منه هذا التصرف، ماذا تتخيلون؟ تجد شخص يخاطبك بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة، ربما نلتمس العذر لذلك الشاب الذي أعطى، أنه مشغول البال أو مهتم بموضوع أو شيء فتصرف ذلك التصرف. يقول ذاك الإنسان يحكي بنفسه، يقول قلت أنا الآن إذا كان هذا واحد من أفراد هذه المجموعة ويعاملني كذا، كيف يوم بروح مع الناس؟ ويقولها بصريح العبارة، يقول عيال كيف شيخهم بيطلع هذا إذا كان واحد منهم بهذه الصورة في التعامل؟ يقول أنا رايح لحج. حتى حكى بنفسه بلسانه، يقول ليلة السفر ما نمت من الهم. ليش؟ قال أنا ما عارف كيف إلا الناس بسوي معهم في هذه الرحلة، رحلة حج، والرجل بدوي فما يرضى أنه يحصل بينه يعني خلاف بينه وبين ربعه في السفر، يعني يعتبره نوع من خوارم المروءة أنه يحصل خلاف بينه وبين زملاء اللي مسافر معهم. فطبعا سبحان الله الرجل ما أخذ موقف عليه صريحة السفر. فلما جاء والتقى بالأمير أو يسميه هو يقول شيخهم على قولته شيخهم، شافوا جاي رجل عادي لابس طاقية ولابس دشداشة ملونة، وشافه مع المجموعة وشافه مهتم به ويتحدث معاه وكذا، تغيرت وجهة نظر ذلك الإنسان. من هيش؟ بسبب إشارة خضها، أول إشارة التقطها من الشخص ذلك الأول عندما أعطاها وكيف تعامل معه. فأيها الأحبة دائما يعني حسن تعامل هذا الذي هو أمير المجموعة كسر الحاجز الموجود في نفس ذلك الشاب، ورسالة واحدة من الشاب الأول الفرد تركت رسالة سلبية عظيمة في نفسه. فإذا دائما حسن التعامل، يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.